ترتيب الأدوية بطريقة صح بيساعدنا نلاقي اللي احنا محتاجينه بسرعة. نظمي الأدوية بتاعتك في أدراج حسب النوع. واكتبي على كل درج المحتوى بتاعه، يعني مثلاً أعملي درج للمسكنات، ودرج للجروح والحروق، ودرج لنزلات البرد، وهكذا. الإشاربات بتاخد مكان في الدولاب، وأحياناً تطبيقها بيكون صعب. طريقة عملية لتخزينهم هو إن احنا نجيب شماعة ونعلق عليها الحلقات اللي بنستخدمها لستاير البانيو، وفي كل حلقة نحط إشارب، وده بيخليهم مفرودين وفي نفس الوقت بنلاقي اللي احنا عايزينه بسرعة. علشان ما نقعدش ندور على المفتاح اللي احنا عايزينه وعلشان نلاقيه بسرعة، ممكن نلون كل مفتاح بلون مميز، وده باستخدام طلاق الأظافر. يعني مثلاً ممكن نلون مفتاح البيت باللون الزهري، ومفتاح المخزن باللون البرتقاني، ومفتاح العمارة باللون البنفسجي. شواحن الإلكترونيات بقت كتيرة قوي، وأحياناً مش بنلاقيها بسرعة. خلي عندك مشترك في مكان واحد لكل الشواحن، ويكون ده المكان المخصص والمعروف لكل الأسرة. وبعد ما نخلص شحن، نطفي المشترك من الزرار المخصص علشان ما نستهلكش كهربا كتير. طريقة تطبيقنا للشرابات أحياناً بياخد مكان كبير في الدرج، وكمان بيبوظ الأستك. علشان الشراب ياخد مكان أقل وكمان نحمي الأستك، ممكن نطبق الشراب بالشكل ده. نصايح ست البيت لكل ست بيت.